نفهم من ذلك أن ما يسمى بالربيع العربي انعكس سلبا على القضية الفلسطينية. النتائج يعني النتائج التي جاء بها هذا أثرت على الوضع العربي طبعا طبعا. أجرت تغييرات، مش بس تغييرات، أجرت تغييرات، أجرت اصطدامات، أجرت حروب أهلية، أجرت أشياء. يعني ماذا يجري الآن في سوريا وفي العراق وداعش ومش عارف إيه وكذا، ما يجري في اليمن، ما يجري في ليبيا. يعني هي جاءت في هذا الوقت، ولكن بلا شك أثرت تأثير كبير. طيب نعود إلى الشأن الداخلي الفلسطيني. المصالحة الوطنية أين وصلت؟ المصالحة الفلسطينية سيدي كما تعلم، نحن من يوم الأول للانقلاب الذي حصل في 2007 اتجهنا للجامعة العربية وقلنا لابد من يعني إعادة الوحدة. فالجامعة العربية كلفت مصر 2007، كلفت مصر، ومصر بدأت يعني مساعيها بيننا وبين حماس. لم نوفق يعني في أكثر من لم نوفق، وفي أشياء كثيرة اتفقنا عليها ولم يعني تتحقق. خلينا أحكي في آخر شيء، آخر شيء في شهر 4 الماضي، أرسلت وفد إلى غزة وقلت لهم نحن نريد أن نطبق الاتفاق الذي عقد في الدوحة وفي القاهرة قبل سنتين. شو الاتفاق؟ الاتفاق يقول لابد أن نشكل حكومة تكنوقراط ونذهب للانتخابات. قالوا موافقين، تعال تفضلوا. فعلا بدينا مشاورات على الحكومة، وفي 2/6 أقسمت الحكومة القسم، وكنا أعلننا بنفس الوقت إنه الانتخابات خلال 6 أشهر. طيب. ثم فوجئنا بأحداث غزة، وقبل غزة اختطاف 3، وكانت بالأول إسرائيل ونتنياهو يتهم حماس وإحنا ننكر، يتهم حماس إلى أن أعلنت حماس يعني من سوء الحظ أعلنت في لبنان أعتقد في إسطنبول. في مؤتمر إسلامي طلع واحد صالح العروري قال إحنا خطفنا وقتلنا، ليش؟ مشان نولع انتفاضة هيك هناك هناك. طب هذا الكلام، إحنا حكومة، في حكومة جديدة، والحكومة راحت على غزة ومش عارف إيه وتعمل هيك، طب ليش؟ استهينا 50 يوم بمشروع بوقف القتال، وجاء المشروع المصري بعد 3 أيام أو 4 أيام من الرئيس السيسي، وقبلنا المشروع، رفضوا، ولم يكن عدد الشهداء يعني يمكن وصل 200 تقريبا، وأقل 50 ل 100 بس. كيف في لسه يا أخوان خلينا، هلا في لنا شروط.